استاذ جابر العاصي مدير عام شركه كهرباء اللاذقيه، اهلا وسهلا فيك استاذ جابر. اهلا وسهلا فيك، تحيه لك في الاضيفه. الله يطول بعمرك استاذ جابر. عم نحكي مع الاستاذ محمد بما يتعلق بموضوع التشاركيه لايصال مياه الشرب الى بيوت الناس. طبعا سالنا الاستاذ جابر الاستاذ محمد، وبظنك كنت عم تسمعنا، بما يتعلق باعفاء محطات الضخ من التقنين الكهربائي من 40 ل 45% فقط من المحطات الضخ هي معفاة من التقنين بشكل كامل. شو تعليقك على الموضوع استاذ جابر؟ هلا نحن بالنسبه لموضوع التنسيق ما بين شركه عمل الكهرباء اللاذقية ومؤسسه المياه بشكل دائم في ليشنا عم تنظم هذا الموضوع وعم تشتغل بحاله تشاركيه طبعا بين المؤسسين، ونحن عم نعيد وفق الاولويات وفق الحاجه للمؤسسه. ولكن مثل ما حكى الاستاذ محمد، نحن محكومين بالكميه المحدده للمحافظه، وعمليه الاستجابه عم تكون نفس الكميه المتاحه ل الى محافظه اللاذقيه من الطاقه الكهربائيه. ولكن بشكل عام يعني نحن في عندنا مثل ما قال 45% من ضغطات المياه معفيه من التقنين، بالاضافه لانه نحن في عندنا محاور ليليه كل يوم تطلب مؤسسه المياه مثلا بشكل دائم في يعني مثلا في عندنا محور البودي، في عندنا القرداحه كل يوم ساعه ونص الصبح، في عندنا محور البودي بياخذ تقريبا من الساعه 11 للساعه 4 الصبح، وفي عندنا محاور اخرى كسر، في عندنا مثلا محور ميسالون بموجود حتى هي ليست مضخات معفية من التقنين بشكل دائم، ولكن تطلب بشكل يومي تقريبا 4 أيام أو 5 أيام بالأسبوع لإعفاء 4-5 ساعات بشكل جزئي، بالإضافة إلى الخطوط عم تنضرب ضمن المدينة لبعض المحاور أو بعض الأحياء اللي عم يكون فيها اختناقات مائية. البرنامج اللي عم ينطلب منه بشكل يومي احنا عم نطير فيه مؤسسة المياه، ولكن اللي عم يطرحه الأستاذ محمد هو فكرة دقيقة. اليوم أنت ما فينك تدخل على الحي الواحد مثلا في بنايات درجيه ونقدر نحن نعفي من كل الاحياء الموجوده بمحافظه اللاذقيه، ولكن اللي فيها تازم هي اول شغله. ثاني شغله البنايات البرجيه اللي عم تكون مثلا 14 و15 طابق لا يمكن انت تقدر تشملها بنص ساعه او ساعه تقنين تنزيه كهربائيه او ساعه ونص، هذه حد ادنى بدها ساعتين او ساعه وثلاث ارباع حتى يصير الضغط على اخر نقطه او اخر نقطه مرتفعه بهذا البناء. بالاضافه لانه النقطة اللي نحن دائما بنحكي فيها هي الخطوط المي اللي كانت موجودة من زمان، بيعرف استاذ محمد اليوم انت في عندك خط كان عم يغذي حي او اثنين او ثلاثة او اربعة، صار عم يغذي على امتداد الحي والمخالفات اللي صارت وامتداد العمران اللي صار وتوزع الزورات اللي صار على مستوى محافظة اللاذقية، ولكن بقت خطوط المي هي نفسها اللي عم تغذي هالاحياء هيدي. طبعا هذه تشمل بخطة المؤسسة العامة مؤسسة المياه لادراجها بإجراء توسعات بخطوط الجري الجديده ضمن المحافظه، ليست جري هي ضمن الاحياء فقط. مثل ما حكينا احنا الخزانات هي طبعا صار في توسعات عندهم، ولكن لا 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 تتماشى مع حجم التوسع العمراني والجغرافي اللي صار على مستوى يعني المحافظة. عم يتم عمليه بناء مناطق أكيد. سكنيه دون دراسه بنيه تحتيه. اكيد. بما معناه يعني انه تمام. تمام. عندي خط 2 انش كان عم يغذي. تمام، نحن بنأكد استاذ دائما وابدا على فكره انه البنايات البرجيه لازم يكون في عندها خزانات ارضيه مشان عمليه تسهيل تغذيتها لهيدي او تامين المياه لها. اليوم لما انت بيكون في عندك بنايه درجيه ويكون عندك في خزان ارضي بتوصل المي بالخزان الارضي، تقنينك ايمتى اجت الكهرباء تضخ من خزانك الارضي باتجاه الطوابق العليا. هذه وهي موجوده ضمن الرخص، يعني هي موجوده ضمن نظام الاستثمار المعمول به ضمن مؤسسه المياه وضمن مجلس المدينه. لكن طيب. ما عم يصير في تقييد بهذا الموضوع، طبعا بنرجع بنقول هذا ما له وزر مؤسسه المياه حاليا ولا وزرنا نحن ككهرباء. مجمل الامور هي صار شيء توسع كبير، توسع جغرافي كبير، لم يؤخذ بعين الاعتبار هذا التوسع على صعيد الخزانات الجديده وعلى صعيد الخزانات الارضيه لهذه البنايات البرجيه، ولكن التنسيق بشكل دائم ما بيننا وما بين بشكل لحظي وبشكل يومي، ولكن لا يمكن نحن نستوعب بالكميه الممنوحه للمحافظه نقدر نشمل كل الاحياء وكل القرى وكل الأرياف، ولكن نحن نشوف وين في اكثر شيء في تازم او في شيء ملح وضروري. طيب استاذ جابر على سيره التازم، يعني نحن عم نحكي معك، يعني اجانا اتصال من قريه الشير الى من دون كهرباء 3 ايام، المنطقه قريبه من المبره. اكيد 3 ايام هذه محوله احترقت اول امبارح، هلا اليوم الشباب اخذوا المحوله وراحوا، حتى عملنا المحوله اليوم هلا بتركب بتطلع خلاص، فهذه عملية ما بتصير في عندنا نحن محولة تنضرب أو تنسرق كابلات، ففي إجراءات نحن بنشتغلها من عملية تأمين المحولة أو من عملية إجراءات الضبوط اللازمة بحال إذا كان في سرقة. يعني اليوم بيتم الإصلاح إن شاء الله؟
باذن الله. هلا ساعتين زمان بيكون بالخدمه وجاهزه ان شاء الله. شكرا جزيلا لك استاذ جابر. شكرا لكم. شكرا، يعطيك الف عافيه.